تعليم الكبار تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية، وحجازي يجب مشاركة الدارس في إعداد المادة التعليمية. احتفلت الهيئة العامة لتعليم الكبار بذلك اليوم تحت شعار التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة. وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك إن فكرة اليوم الدولي لمحو الأمية لهذا العام تهدف إلى توضيح الأهمية القصوى لزيادة مساحات تعلم القراءة والكتابة، وذلك لبناء المرونة وضمان التعلم الجيد والعادل وأيضا الشامل للجميع. ولتحقيق هذه الفكرة طالب الدكتور رضا حجازي بضرورة مشاركة الدارس في إعداد المادة التعليمية، لأن الأمي ليس جاهل ولكن لديه خبرة يجب أن نبني عليها حتى يتعلم وفق خبراته وسرعته في التعلم.